يا أول سفرجلة في الريح يطرمخها النسيان، عليك مني السلام. أما وقد وسعت زنابيل رضاك شعرا وهمهمة، وطار بيننا طائر الفجر القليل. اليوم ضمن النهج الثقافي استضفنا الشاعر الكبير طالب عبد العزيز في حديث عن تجربته وطرح مجموعة من قصائده الأخيرة. حقيقة التجربة طالب عبد العزيز تستحق الوقوف عندها، لأنه شاعر قصيدة نثر من الطراز الأول وواحد من العلامات الكبيرة في الشعر العراقي الحديث منذ ديوانه الأول تاريخ الأسى ولحد الآن، يعني ما زال يشكل ظاهرة، أصبح يشكل ظاهرة في الشعر العراقي. وإحنا يعني فخورين اليوم باستضافته باتحاد الأدباء وبالتنين لهذا الحضور الكبير اللي شفتوه، حضور نوعي وكمي كبير اليوم. وأعتقد المناقشات راح تغني التجربة بالحوارات وبالمناقشات الكثيرة. لا أعرف ماذا في كتاب الثالثة لإعتاسها إلى هذه العوالم، ويبدو أن هذه الأمكنة واللابة لا، يعني حين نقرأ روايات الكتاب الكبار تراه يتمحور على ذات المكان. أنا دعيت إلى إقامة أمسية في اتحاد الأدباء في البصرة، هذا الاتحاد العريق الذي أنا عضو فيه، وكانت مناسبة جميلة لكي يعني ألتقي مع جمهورنا في الشعر وفي الكلمة الصادقة لنتحدث فيها عما نؤثث به حياتنا، عما نحاول أن نرمم من خلال الشعر ما تصدع من هذه الحياة. فقرأنا بعضا من مما نتصوره كتابا في الشعر، ثم قرأنا قصائد، وسمعت من الأصدقاء المعقبين آراء جميلة. في الحقيقة في الشعر نصنع المسرات ونجدد الحياة. في أي نوع من أنواع الشعر يكتب طالب؟ أنا أكتب الشعر الحديث، وعندي موقف من الشعر القديم، وأرى أن الجمهور انحسر، جمهور الشعر انحسر عن سماع الشعر، بل هناك انحسار في قراءة كتب الشعر. لذا حاولت أن أؤاخي بين دفتي الكتابة السرد والشعر، فجعلت بعضا من كتبي إن جاء القارئ وقرأ قال هذا شعر، وإن جاء السارد أو الناثر قال هذا سردا أو نثرا. لماذا تتميز قصائدك بالحزن أم بالفرح أم حسب الحالات التي تكتب بها؟ هل تعبر عنك؟ مثل هذه الأسئلة تكاد الإجابة تستحيل معها، ولكن إذا كان لابد من إجابة فأقول بأن الشعر يعيننا على الحياة، لذلك أكتب ما يعين الناس على الحياة. الشاعر الكبير، الشاعر المبدع طالب عبد العزيز، وأنا كما تحدثت قبل قليل عرفته يعني منذ أكثر من 3 عقود، وقرأت له الشعر وخصوصا قصيدة النثر، وكان من الشعراء يعني الكبار، يعني بدون أن أتبجح، هذه حقيقة. واليوم حقيقة متعنا كثيرا وهو يتحدث عن الشعر بكل جوانبه، بالإضافة إلى ذلك قرأ لنا كما سمعتم من شعره الكثير، وقد كان يعني كان شعره فيه من الصور، الصور الشعرية البلاغية، يعني من المجاز، من التشبيه، من الاستعارة، من الكناية الكثير. وأنا الحقيقة وأنا أسمع لما قرأ لنا يعني لاحظت هذه الصور الشعرية المبدعة، وكما تعودنا يعني وكما عودنا طالب عبد العزيز يعني من 80s و 90s أنا كنت أقرأ لشعره، وبخاصة قصيدة النثر. من جاء بها لكنها موجودة في ثقافات أمم أخرى.